السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هنتكلم فيه عن المحاضره العاشره في الداتابيز، وهي الكونكرنسي كنترول تكنيك. اول حاجه كده، ايه هو الغرض من الكونكرنسي كنترول؟ او اللي احنا بننشور ان الايزوليشن بروبرتي از مينتيند، تمام كده؟ فاحنا هنا بنتكلم على الايه، الايزوليشن، ان الترانزاكشن تكون باينه ان هي اتعملت ايزوليتد، تمام. طيب، to preserve database consistency by ensuring that the schedule of executing transaction are serializable. To resolve read-write and write-write conflict among the transactions. زي ما احنا عارفين ان بيحصل لنا conflict بين ال read والwrite وال write-write واحنا شغالين في الترانزاكشن بتاعتنا، اللي هو مثلا بيبقى في حد بيريد وفي حد بيرايت، او في اتنين بيعملوا رايت مع بعضهم على نفس المكان، او الكلام دوت كله. فاحنا عشان نهندل الكلام دوت كله بنبتدي ان احنا نستخدم الايه، الكونكرنسي كنترول بروتوكول، اللي هي السي سي بي اس. طيب، ايه هي السي سي بي دوت؟ بيبقى سيت اوف رولز انفورسد باي ذا داتا بيز مانجمنت سيستم تو انشور سيريلايزابل سكيدجول. Main protocol known as 2PL اللي هي 2 phase locking which is based on locking the data item. احنا هنا بنلوك مين؟ بنلوك ال data item، تمام كده؟ طيب، other protocols use different techniques، احنا مش محتاجين اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي. We first explain يعني ايه اصلا lock، بعد كده هنبتدي اللي احنا نتكلم عن ال 2PL في شوية تفصيل. اول حاجة كده، ايه هو اللوك؟ One of the main techniques used to control concurrent execution of transaction. اللوك دوت عبارة عن variable associated with the data item. زي ما قلنا احنا هنتكلم عن ال data item بتاعنا. دوت بي describe ال status of the item with respect to possible operation that can be applied to it. يعني مثلا اللي هو هيبقى locked ولا not locked وهكذا. تمام؟ طيب، locks are used as mean of synchronizing the access by concurrent transaction to the database item. يبقى احنا هنا بنشتغل على ايه؟ synchronization، تمام؟ طيب، اللوك مانجر دوت بيبقى ايه؟ بيبقى subsystem of database management system that manage lock on ال data item. اللوك مانجر بيستخدم اللوك تيبل دوت عشان يستور information about locked data item. يعني مثلا بيبتدي اللي هو يخزن ال data item نفسها، ال ID بتاعها، بيخزن ال transaction ID واللوك مود وليست اوف ويتنج ترانزاكشن اي ديز وهكذا. والحاجه دي كلها بتستخدم فيها الايه، اللينكد ليست. طيب، في عندنا هنا ايه هي انواع اللوك او التايبس اوف لوك؟ عندنا هنا الباينري لوك، وعندنا الشيرد اكسكلوسيف لوك، وعندنا كمان اللوك كونفرجن. اول حاجه خالص هنتكلم عنها الباينري لوك. ده بيبقى سيمبل قوي، وعشان كده مش بيبقى كويس يعني في التعامل مع الداتابيس كونكرنس كنترول بيربز، وبالتالي مش بنستخدمه عمليا. بيبقى عبارة عن two states أو two values اللي هي locked unlock 0 1، تمام؟ واضح من اسمه اللي هو binary lock يعني 0 1. distinct lock is associated with each database item x، تمام كده؟ يعني احنا بنربطها بإيه؟ بال database item x dot. if we if the value of a lock on x is 1، لو ال value بتاعتي 1، معناها إن ال item x can't be accessed by database operation that requests ال A ال item دوت. يبقى أنا لو لقيت إن ال x ب 1، معناها إن هو مش هيقدر إن هو ي access ال x ديت. طيب، لو ال value كانت 0، معناها إن هو إيه، unlocked، يقدر إن هو ي access لما يحتاجه. بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن two operations اللي هي lock item و unlock item are used with the binary locking. The transaction request access to item X has two options. زي ما قلنا اللي هي lock X بتساوي 1. ديت معناها إن هو إن the transaction has to wait and is put on the waiting queue. طيب، لو اللوك بتاعتي كانت 0، معناها إن the transaction is granted access لإن هي تاخد ال item دوت، وساعتها بعد لما بتوصل ليها أو بعد لما بتاخدها بتخلي اللوك بواحد، تمام كده؟ طيب، عندي بعد كده بنقول إن binary lock enforce a mutual exclusion on the data item. ده بي ايه؟ بي enforce أو بيجبر ال mutual exclusion on the data item. نتكلم بعد كده عن ال shared أو ال shared exclusive lock، ودي باختصار كده عبارة عن حاجتين. أنا عندي هنا shared وعندي exclusive، يعني إيه؟ يعني حاجة ملكية عامة كده اللي عايز يعمل حاجة يعملها، وعندي حاجة تانية خاصة بيها. ال shared بريد، أي حد عايز read هي shared للريد براحتي على طول، تمام؟ فده بيبقى ال shared mode. طب ال exclusive بيبقى خاص بيا بس في ال write، يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا بريد فهي هتبقى shared، في حد تاني عايز يريد معايا يتفضل، مفيش حد عايز يريد
انا بريد لوحدي والدنيا شيرد برضو. طيب في الاكسكلوسيف مود بقى، انا دلوقتي برايت، هل مسموح ان حد يدخل يرايت معايا؟ لا. طيب هل مسموح ان حد يدخل يريد وانا برايت؟ لا برضو. ليه؟ عشان الاكسكلوسيف مود. تمام. فدي كده باختصار الشيرد اكسكلوسيف لوك بتاعنا هنا. فبنقول ان الشيرد مود ده بيبقى ايه؟ بيبقى read lock x several transaction can hold the shared lock on x. يعني دي بتبقى read مش محتاجة اللي هي ايه، مش بيحصل لها conflicting. لكن ال exclusive mode بتبقى write lock x. only one write lock on x can exist at any time on the item x. يعني ما ينفعش ان يبقى فيها read او يبقى فيه write بتبقى موجودة معايا وانا شغال على اللي ال write ديت. لو احنا دلوقتي هنا بنقول 3 operations بتبقى موجودة معانا، اللي هي ال read lock وال write lock وال unlock. ليه؟ لان انا هعمل unlock سواء read او write فمش فارقة معايا. طيب احنا هنا ال read lock ده بيبقى ايه؟ بيبقى transaction T request read shared lock on item X. تمام. لان احنا قلنا ان read بيبقى ايه؟ بيبقى shared. طيب ال write بتبقى ايه؟ بتبقى write و exclusive lock على ال X. طيب ال unlock بقى بتشيل اللوك اللي انت عامله دوت سواء كانت ريد او رايت، بتسيب الدنيا مفتوحه عشان بعد كده اللي عايز اللي هو ياخد الكي دوت. الترانزاكشن كان بي بلوكد فورسد تو ويت لو ان الايتم بتاعي دوت كان ايه، كان موجود في الرايت لوك مود. بقى اف ذا ايتم از هيلد باي اذر ترانزاكشن ان رايت لوك مود، انا بقف استنى لحد لما الرايت اللي جوه تخلص. طيب اللوك تيبل كونتين فور فيلدز، الداتا ايتم نيم واللوك والنمبر اوف ريدز واللوكينج ترانزاكشن. اول حاجه هنا محتاجين اللي احنا نكون عارفين ان اللوك از ايذر ريد لوك او رايت لوك، تمام زي ما كنا اتكلمنا من شويه. طيب تاني حاجه محتاجين نكون عارفينها برضو ان اللوكينج ترانزاكشن فاليو از 1 ترانزاكشن ان كيس اوف رايت لوك و مالتيبل ترانزاكشن لو كيس اوف ريد لوك. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا ان انا وانا ريد انا بيبقى معايا كذا ريد عادي مفتوحه براحتي، 1 2 3 10 مليون، انا كده كده بريد. فهي ايه؟ فهي تبقى مالتيبل ترانزاكشنز في الكيس بتاعت الريد. لكن لو احنا بنتكلم على الكيس اوف رايت فهي تبقى 1 ترانزاكشن بس. تمام. طيب نمبر اوف ريدز بقى ديت هنا اللي هو نمبر اوف ترانزاكشن ريدنج ذا داتا ايتم. ليه؟ لان انا دلوقتي هنا انا دخلت اريد فانا شيرد، تمام، يبقى كده عدد الايه، عدد الحاجه الريد بواحد. طيب جه واحد تاني دخل بقى اتنين بقى تلاتة بقى اربعة. امتى بقى اللي انا هعمل انلوك؟ لما ما يبقاش في اي ريد خالص. يبقى احنا كده خلصنا كلنا، فادي اهوت الايه المفتاح، اللي عايز يدخل بعد كده سواء ريد او رايت يبقى يعمل اللوك براحته. فاحنا بنعمل تشيك على نمبر اوف ريدز عشان لما توصل لزيرو نقدر ان احنا نعمل انلوك. تمام. طيب بنكمل كلامنا برضو عن ال shared exclusive. بنتكلم هنا ان ال transaction must request appropriate lock on ال data item x before it reads or write. يعني ايه؟ يعني انت مينفعش تدخل كده على طول، لا انت بتطلب lock. تمام. كده بتريكوست ايه؟ بتريكوست appropriate lock on ال data item x قبل ما تعمل read او تعمل write. لو ال t hold a write يعني انت في write بتحصل وهي exclusive، يبقى بالتالي كده ايه؟ it can both read and write. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هنا تي ديت بتعمل رايت فهي اكسكلوسيف. طب هي احتاجك ان هي تريد، هل لازم ان هي تطلع تاخد اذن ان هي تريد وبعدين تدخل تاني؟ لا. ليه؟ هنا كده كده موجود، يعني انا كده كده برايت واكسكلوسيف، فبالتالي مسموح لي اللي انا ايه، اللي انا اريد براحتي. تمام. طيب لو انا بقى التي ديت كانت ريد لوك اللي هي ايه، اللي هي الشيرد، تمام، ما تقدرش ان هي تعمل رايت، يعني تقدر ان هي تعمل ريد بس. ليه؟ عشان هي شيرد، فطالما هي شيرد يبقى في حد تاني هيدخل يعمل ريد، فما ينفعش ان هي تكون بتعمل رايت وفي حد بيعمل ريد. لكن لو هي اكسكلوسيف المكان اللي هي قاعده فيه ليها هي بس، تقدر ان هي تعمل ريد وتقدر ان هي تعمل رايت. تمام. وهنتكلم عن الحته ديت اكتر قدام في الابجريدنج والداونجريدنج لللوك. تمام كده. طيب عندنا دلوقتي بنقول ايه، الترانزاكشن تي ماست ايشو الاوبريشن اللي هي انلوك اكس. Transaction T must issue the operation unlock X after all read item and write item operation are completed in T. يعني كل ما هي تخلص read أو تخلص write لازم تكون إيه، لازم تعمل unlock. طيب تالت حاجة اللوك conversion، ودي تاني كنا لسه هنتكلم عنها، اللي هي upgrade والdowngrade. اللوك upgrade ده بيexist read lock to write lock. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي هنا أنا كنت read lock،
تمام، بس مفيش حد غيري موجود وعايز اللي انا قريت. هل ينفع اللي انا قريت؟ اه، بس هعمل ابجريد الاول لللوك بتاعي، هخليها اكسكلوسيف. تمام، فاحنا بنقول لو التي اي هولد ريد لوك اون اكس اند نو اذر تي جي هولد ريد لوك اون اكس. ناخد بالنا كويس جدا ان انا بعمل اللوك ابجريد، ان انا بحوله من ريد شيرد ل اكسكلوسيف رايت في حاله ان انا مفيش غيري موجود. تمام كده، فساعتها هنعمل ايه؟ هنعمل كونفرت او هنعمل ابجريد للريد لوك لرايت لوك. تمام، طيب لو في حاجه تانية موجوده معايا، يعني في تي اي تي جي تي اي حاجه، يبقى ساعتها لازم استنى لما الباقي يخلص بعد كده ابتدي ان انا اعمل الايه الابجريد بتاعتي. يبقى انا لازم اويت الاول لحد لما هم يخلصوا عشان اقدر المكان يبقى مفيش غيري واقدر ساعتها ان انا اعمل الابجريد. طيب انا دلوقتي كنت عامله رايت اللي هو ايه اللي هو اكسكلوسيف، ولقيت ان انا خلاص مش محتاج ان انا اقرايت تاني، اقدر ان انا اعمل داون جريد واخليها ايه، اقدر ان انا اخليها من رايت لوك لريد لوك، بحيث ان غيري يقدر اللي هو يدخل يريد معايا وانا بريد، طالما انا مش محتاج ان انا اعمل رايت. طيب نتكلم بقى دلوقتي عن ال 2 بي ال او ال 2 فيز لوكينج كونكرنسي كنترول. عندنا هنا بنقول ان الترانزاكشن از سيت تو فولو التو فيز لوكينج بروتوكول لو كل اللوكينج اوبريشنز اللي هي الريد والرايت بت ايه بت بريسيد الفيرست انلوك اوبريشن ان ذا ترانزاكشن. يبقى احنا لازم يكون كل اللوكينج اوبريشنز، كل الاوبريشنز اللي بتتم عندنا بت بريسيد الفيرست ايه الفيرست انلوكينج اوبريشن في الترانزاكشن بتاعتنا. طيب each transaction should have two phases، كل ترانزاكشن ليها مرحلتين، اول حاجه اللوكينج او الجروينج فيز والانلوكينج او الشرينكينج فيز. تمام كده، يبقى دي كده ايه الحاجات الاساسيه اللي تبقى موجوده ليها اللي هي اللوكينج والانلوكينج او الجروينج والشرينكينج. طيب اللوكينج ده عباره عن ايه؟ ترانزاكشن ابلاي لوك اللي هي ريد او رايت اون ديزايرد داتا ايتم وان ات تايم كان اولسو تراي تو ابجريد اللوك. فانا هنا دلوقتي بعمل لوك، تمام كده، سواء انا بعملها للريد او الرايت لإيه؟ للداتا ايتم بتاعتي one at a time، وأقدر إن أنا أعمل لها upgrade لو أنا عايز. خلاص، طيب ال unlocking أو ال shrinking، أنت دلوقتي بتعمل إيه؟ بتعمل unlock لل locked data item، وتقدر إن أنت تعمل لها downgrade. يعني أنت هنا دلوقتي كانت هي مثلا write بس، فأنت تقدر تخليها إيه؟ تخليها read، يبقى أنت كده خليتها downgrade لل lock بتاعك، مش لازم إن هو يبقى unlock بس. تمام؟ طيب ال requirement بتاعتنا بقى ايه؟ المتطلبات بتاعت ال 2PL concurrency control عندنا for a transaction these two phases must be mutually exclusive، يعني لازم تكون اللي هي mutually exclusive. تمام، that is during locking phase no unlocking or downgrading of locks can occur. يعني ايه؟ يعني واحنا عاملين ال locking phase واحنا عاملين lock ما ينفعش يحصل unlock او downgrade، وخلال ال unlocking ما ينفعش يحصل ايه؟ ما ينفعش يحصل new looking او upgrading. يعني انت في كيس ما ينفعش يحصل حاجة عكسها. تمام كده؟ طيب when transaction start executing it's the looking phase. يبقى هي كده دلوقتي لما تبتدي اللي هي ال execution بتاعها هي كده بقت في looking phase، فبالتالي ما يقدرش حد اللي هو يعمل unlock او يقدر اللي هو يعمل ايه؟ او يقدر اللي هو يعمل downgrade. طيب and it can request locks on new items or upgrade the lock. طالما هي في اللوكينج، طالما هي لوكينج، يبقى تقدر ان هي تعمل ايه؟ تقدر ان هي تطلب تاني او تعمل ابجريد. Well transaction may be blocked لا forced wait if a lock request is not granted. يعني هتويت لو ايه؟ لو ما جالهاش ال grant للوك اللي هي عايزاه دوت. طيب once a transaction unlock an item، يعني طالما انت بقيت unlock او حصل لها downgrade، يبقى دي كده بتحصل لها ايه؟ shrinking phase and can no longer upgrade lock or request new lock. ليه؟ عشان انت خلاص انت عملت shrink، فما ينفعش ان انت تعمل upgrade. خلاص، طيب في عندنا هنا حته مهمه قوي بنقول if every transaction in a schedule follow ال 2PL rule ال schedule must be serializable. يبقى احنا لو كل transaction بقت follow لل 2PL rule احنا كده بقت كل ال schedule دوت بقى ايه؟ بقى serializable. في عندنا الديدلوك ده بيبقى عبارة عن ايه؟ تي 1 عملت لوك او تي 2 عملت لوك، واللوك بتاع التي 1 عشان يتفك محتاج التي 2 تفك اللوك بتاعها، وتي 2 عشان تفك اللوك بتاعها محتاجة تي 1 تفك اللوك بتاعها، فبالتالي كده الدنيا ايه؟ الدنيا اتحققت. فاحنا هنا مثلا دوت عامل ريد لوك على الواي، تمام، وعامل ريد للايتم واي.
جه دوت عمل ايه؟ عمل ريد لوك على الاكس، يبقى انا كده الواي واقفه من معمول لها لوك والاكس معمول لها لوك برضه. جه دوت عايز ايه؟ عايز يرايت في الاكس. هل هو هيقدر يرايت في الاكس؟ لا. ليه مش هيقدر اللي هو يرايت في الاكس؟ عشان احنا هنا عاملين بلوك للاكس، فبالتالي ديت مستنيه دي ودي مستنيه دي، فدي مش عارفه تتعامل مع الواي بسبب دي، ودي مش عارفه تتعامل مع الاكس بسبب دي، فكده حصل ديد لوك بين ال T1 وال T2، فدي كده اللي هو الايه ال ديد لوك. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها هنا وهي التايم اوتس اللي هي dealing with the deadlock. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل هنا ان transactions that request a lock will wait for only a system defined period of time. هي بتستنى وقت معين السيستم هو اللي ايه هو اللي محدده. لو اللوك ما راح لهاش يبقى معناها كده ان الايه ان اللوك ريكويست تايم اوت. ففي الحاله ديت الداتابيز مانجمنت سيستم بيأسيوم ان الترانزاكشن ماي بي ديدلوكت ايفن ذو ات ماي نوت بي. ممكن تكون ما حصلتش برضو، يعني ممكن يكون حصلها ديدلوك او لا، بس هي ايه هي طولت خلاص. فايه اللي بيحصل؟ بيأبورت اند اوتوماتيكلي ريستارت الترانزاكشن، بينهي الترانزاكشن وبيعمل لها ريستارت تاني. ودي كده بتبقى very simple and practical solution لل deadlock prevention and is used by several commercial database management systems. تمام، فكده احنا اتكلمنا عن الايه الكونكرنسي كنترول في الفيديو دوت. اتمنى ان هو يكون فاتكم وفهمتوا منه الدنيا. بالتوفيق ليكم ان شاء الله.